يمس تونس يمسنا. باش ندخل في الامور الداخليه تاع تونس حنا محرمينها على انفسنا ماشي معناها. ندخل في امور الداخليه باش نساند مساندين تونس باش تخرج من النفق. ما طلبوا المساعده نتاعنا ايام الكوفيد ما كوفيد كذا كنا حاضرين ورانا حاضرين الى يومنا هذا. الباقي يبدو ان الامور دستوريه عندهم. انا نشهد للرئيس قيس انه انسان مثقف ديمقراطي وطني الى النخاع. ما نقدرش نلوم عليه بحاجه. وكما يقول اهل مكه ادرى بشعبه. هل الغنوشي طلب اللجوء السياسي للجزائر؟ ما طلبش اللجوء السياسي ولا واحد طلب اللجوء السياسي عندنا. ما طلبش نو طلبش. الغنوشي كان باش يزور كانوا باش يستقبلوه الجماعه تاع المجلس الوطني الشعبي ومن حقه. فهمتوا؟ قلت لكم ما ندخلش في الامور احنا ما نقبلوش اللي يدخلنا في امورنا الداخليه. كي ندخل انا بين الغنوشي ورئيس الجمهوريه والمشيشي والاخر ما ندخلش. المهم اللي يهدد تونس امنيا رانا هنا. سي وما سي با دوجوردي. ستزورون تونس؟ انا كنت وجهت لكم دعوه من قبل السيد قيس سعيد. لا نزورها ومتشوق لزياره تونس. تشوق لزياره تونس ولكن الظروف تاع الكوفيد وهذه خلات ما خلوك. مادام السيد الرئيس قيس راه عين وزيره اولى رئيس حكومه مجرد ما تنصب الحكومه تمشي لان الزياره ما تكونش بروتوكوليه. زيارة تكون زيارة الدولة وتكون فيها ما يمشوا معايا نص الحكومة باش نمضي كل الاتفاقيات اللي راها مجمدة ولا شي نمضيها مع تونس بيننا وبينهم كثافة في التعامل يعني شي اللي تخلي جيران مثاليين بالنسبة لنا تونس والجزائر بالنسبة لهم. ما نقبل حتى واحد وانا سبق لي قلتها لما تكلمت معه مسؤول كبير في اوروبا قلت له الضغط هذا ماشي مليح. يجي وزير خارجي يقول لازم دير حكومه لازم دارك روح ديرها في دارك واش دخلك هذاك راه مستقل حر. كما احنا قال علينا لازم مرحله انتقاليه روح دير مرحله انتقاليه عند عائلتك ولا في 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 لو تويلي ولا دخلك فينا احنا هذه لازم. مثلنا في الفكر الاستعماري تونس دوله حره. إذا كان الشعب التونسي يقول لازم واه لازم. الشعب التونسي يقبل حاجة أنت ما عندك ما تتفرج عليه العكس. هذه لي رولاسيون هذه دو فاساليزاسيون دو تو لي بيي سي 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 سي